بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة في احتفالنا بأربع أيوب في أسبوع البسخة يتبادر لنا بسرعة سؤال مهم جدا، ليه سمي هذا الأربعاء باسم أربع أيوب؟ ونرد على إجابة على هذا السؤال ونقول إن أيوب كان يرمز في آلامه للسيد المسيح في إيه؟ في أوجه متعددة. أولا أيوب تعرض للآلام، آلام تفوق الوصف، آلام مبرحة جدا. وهكذا أيضا السيد المسيح تعرض لآلام فظيعة. تاني حاجة إن الرب أسلم عبده أيوب لكي يجربه إبليس، وبرضو الآب أسلم الإبن الوحيد. تالت حاجة إن أيوب كان رجل كامل ومستقيم، وهكذا أيضا كان السيد المسيح في كماله المطلق. أيضا تجربة أيوب كانت بسبب حسد الشيطان، وهكذا المسيح له المجد كان أيضا مجربا بحسد الشيطان. أيوب في ضيقاته لم يفطر عن الصلاة ولم يفطر إيمانه، وهكذا المسيح أيضا كان يصلي في بستان جسيماني. أيوب جرح من أصحابه الثلاثة بالكلامهم، يعني فيما هم يقصدون أن يعزوه جرحوا فيه، وأيضا السيد المسيح جرح في بيت أحبائه. أيوب غفر لأصحابه وسامحهم، والسيد المسيح أيضا غفر للذين صلبوه. تجربة أيوب انتهت بالخير، والمسيح أثمرت آلامه خلاصا لكل البشرية. تعالوا بينا ندخل في سفر أيوب ندرسه ونفهمه مع بعض ببساطة شديدة جدا. سفر أيوب الموضوع بتاعه كله عبارة عن سر الألم، إن الإنسان في الدنيا بيتعرض للألم، زي المرض، زي الفراق الأحباء، زي العاهات، زي الكوارث الطبيعية، زي الظروف اللي احنا فيها هذه الأيام من وباء الكورونا فيروس، وربما لا نجد لها أي تفسير. وموضوع السفر برضو أيضا بيدور حوالين هل يتألم الإنسان في الدنيا بسبب خطاياه؟ وحاول أصدقاء أيوب أن هم يربطوا بين ألامه وبين خطاياه، ولكن الله نفسه شهد بتقوى أيوب وبره، وأثبت لنا السفر أن احنا ما نقدرش نربط بين بر الإنسان أو شره وبين ما يتعرض له من ظروف. وأثبت لنا السفر أن الهدف هو أن الإنسان يتعلم خبرات جديدة في حياته. تعالوا بينا نعبر في إصحاحات السفر ونقول أن السفر بيتكون من 42 إصحاح، بنقسمها لأربع أقسام. الإصحاح من 1 لـ3 بيتكلم عن مقدمة للسفر وتعريف بشخصية أيوب وحسد الشيطان ليه. الإصحاحات بقى من 4 لـ31 عبارة عن 3 جولات، كل جولة بتحوي حديثا من أحد أصدقاء أيوب والرد عليه. الإصحاحات من 32 لـ37 دي 4 إصحاحات لصديق رابع ظهر في آخر السفر. هو شاب كان بيتكلم وكأنه كان الحكم في كلامه. من الإصحاح بقى من 37 لـ42 ختام السفر، يعني الرب يجيب أيوب، وأيوب يصمت ويقدم توبة، وأصدقائه يقدموا توبة، وربنا عوضه عن كل ما فقده. نمسك المقدمة بتاعت السفر. أولا الإصحاح الأولاني شرح لنا أن أيوب ده شخص روحاني غني بممتلكاته، بيقدم ذبائح عن نفسه وعن عائلته، مثال بقى في حياة الالتزام وفي حياة العبادة والتقوى والأمانة، نموذج طيب جدا. الشيطان بيتهمه بالنفاق وأنه بيخدم الله مقابل عطايا، يعني يقول له مجانا أيوب بيعمل الحاجات دي ولا هو طمعان في عطاياك كده يعني. لكن الله يؤكد على أمانة أيوب، وأذن للشيطان أنه هو يهاجمه، واثق أن أيوب هيثبت أمام هذه التجربة. وفعلا أيوب اجتاز هذا الامتحان بنجاح،
ويثق في أن الله بعد أن فقد كل شيء فجأة وبسرعة هيعوضه عن كل اللي فقده. الإصحاح الثاني كلمنا على أن أيوب رغم الخسارة ورغم أن الشيطان بيزعم أن هو بيحتمل التجربة فدية عن نفسه، لم يتحول أبدا عن تقواه. واخدين بالكم؟ والرب بيسمح للشيطان أن هو يجربه في صحته. حتى زوجته انقلبت ضده وجدفت على الله وتثور عليه لأنه يشكر الله، لكن أيوب فضل ثابت وقوي. بعد كده جم أصحابه الثلاثة من جهات متفرقة ومعرفوهوش لأن المرض كان شوهه، وعبروا عن حزنهم بأنهم بكوا ومزقوا ثيابهم ووضعوا تراب فوق رؤوسهم وظلوا صامتين 7 أيام و7 ليالي. في الإصحاح الثالث ابتدى أيوب يشعر بعد صمت طويل أن المصيبة تقيلة عليه، وابتدى يندب حظه ويرثي نفسه بعد أن استسلم في هدوء لإرادة الله، وعبر عن حديثه عن شدة الزوبعة التي اكتسحته، لكنه ظل برا لم يجدف على الله. بعد كده ابتداء من الإصحاح الرابع أن أصدقاء أيوب اتمسكوا بفكرهم، وهي أن الانتقاد بتأتي نتيجة الأخطاء، ولأن أيوب أصابته التجارب فهو إذن إنسان خاطئ ولازم يتوب، والألم هو عقاب الخطية. أيوب في إجابته ابتدى يثبت أنه هو بريء واشتاق أنه هو يقدم دعواه إلى الله. هكذا بدأ الحوار، وتكلم أصدقاء أيوب الثلاثة إليفاز التيماني، سوفر النعماني، بلدد الشوحي، تكلموا واختلفت أحاديثهم. إليفاز التيماني كان أكثرهم لباقة واحتراما لأيوب، لكنه بنى آراءه على مشاهدته في الحياة وأكد أن الله يعاقب الأشرار. سوفر النعماني كان أقلهم لباقة في الحديث، يعني بنى آراءه على التاريخ وعلى ما حدث في الماضي، وقال إن ربنا عادل ويعاقب الأشرار فقط. بلدد الشوحي كان لسانه لازعا قاسيا، وبنى آراءه على افتراضات وقال إن الله غير مفحوص ويعاقب الأشرار بسرعة. الجولات الثلاثة بقى لأصدقاء أيوب اتفقوا على منطق واحد، ان هم برروا الله ولكنهم ادانوا ايوب. الجوله الاولى كانت من الاصحاحات 4 لاصحاح 14، وكلهم اقترحوا ان يدعو ايوب الى التوبه. الجوله الثانيه بقى من اصحاح 15 لاصحاح 21، وكان فيها تلميحات بمصير الاشرار. الجولة الثالثة من إصحاح 22 إصحاح 31، وكان فيها هجوم مباشر واتهام صريح ضد أيوب. في الآخر بقى آخر الإصحاح ظهر لنا شاب صغير اسمه أليهو البوزي، قاعد يسمع بقى طويلا لأن أيوب كان بيبرر ذاته أمام الله، وأصدقائه الثلاثة ما قدروش يقدموا براهين كافية لإدانة أيوب. غضب أليهو لعجز الكبار عن الكلام، وبعدين ابتدى يوجه كلامه لأصحابه الثلاثة الكبار وهو يريد أن يثبت قدرته في حل مشكلة بعد ما هم فشلوا في حلها. وقد نقد كلامهم وقرر أن الحكمة من الله وأن داخله كلام كثير ليقوله، وهو مش بيجامل لكن بيتكلم بوضوح عايز يخرج كل ما هو في داخله. وحديث أليهو قد يكون ظهر فيه أنه معتدا بذاته، إلا أنه أبرز في أحاديثه عظمة الله وجلاله بصورة أفضل، وأظهر فائدة الألم في زيادة الحكمة، وتعرض لخطورة الكبرياء الروحي على أيوب، لكنه كان بيشوف أن خطية أيوب جاءت نتيجة آلامه. عندما شعر ببره الذاتي فدعاه أن يتوب ويعظم أعمال الرب ويتقيه، وبكده عكس ما كان
أصحابه شايفين إن آلامه كانت نتيجة أخطائه. وبيختم كلامه بأن الله قدير وبار ولا يجاوب، ولهذا ينبغي أن يخشاه الناس، ولكن انتهت أحاديثه ولم تحل المشكلة. الجزء الأخير بقى في الإصحاح اللي هي المواجهة مع الله. بعد كل ده تكلم الله أخيرا من العاصفة، وبدأ حديثه بعرض لبداية الخلائق وعن إعجاز الخليقة، وسأل أيوب كيف يجادل الله وهو قليل الفهم. يعني يقول له أنت كنت فين يا أيوب لما أنا خلقت الأرض وخلقت الحيوانات والأشجار، ولما وضعت نظام الطبيعة والليل والنهار، ولما أنت كنت فين؟ كنت فين أنت بالظبط؟ وبعدين أيوب كان فاكر أنه هو يحتج أمام الله ويبرر نفسه، لكن اللي حصل إيه بقى؟ إن لما أشرق نور الله على الإنسان، الإنسان بيشوف نفسه على حقيقتها. ولذلك بقى أيوب بعد ما سمع كلام ربنا يقول إيه؟ ها أنا حقير، وضعت يدي على فمي فلا أستطيع أن أجاوب الله. وأمام أحاديث الله اعترف أيوب بجهله، ولخص الاختبار بتاعه في جملة واحدة بسيطة نستفاد منها، قال له بسمع الأذن كنت أسمع عنك والآن قد رأتك عيناي. ويقول السفر وندم أيوب على ما على موقفه، يعني على الكلام اللي قاله. هنا برضو نشرح المواجهة مع الله. أيوب اتضع أمام الله وأن يرى الله بالروح ويندم وأن يتوب، فالألم بيزيد شفافية الروح فترى الله. دي حقيقة مهمة، إن أيوب لما تألم زادت روحانيته، زادت شفافيته الروحانية. ويمكن ربنا حل المشكلة مش بالطريقة اللي كان أيوب بيتوقعها، لكن ربنا بيّن له إن الإنسان بيجهل كتير حكمة ربنا وعليه إن هو يثق في الله. وفي مواجهة الله أظهر الله حقيقتين، إن الألم ليس بضرورة نتيجة الخطية، فقد برر الله أيوب قبل وبعد تجاربه. والحقيقة الثانية إن الله لا يقبل النفاق حتى لو كان مجاملة وغضب على أصحاب أيوب الثلاثة، وقال لهم لم تقولوا في صواب كعبدي أيوب. ورغم أنهم دفعوا حسب الظاهر عن ربنا، لكنهم فكروا في أن الله فكر فكروا في الله فكرا محدودا، كأنه يتربص بالإنسان عشان يسحقه، وأنه إله قاسي وطحن أيوب بالرغم من أنه هو إنسان صالح. في الختام بقى، شملت الختام السفر بركات كثيرة جدا، بركات مادية روحانية، بركات روحية، وبركات مادية منحها ربنا لعبده أيوب، وكانت نهاية سعيدة. وذاق أيوب حلاوة الصفح عما بدر منه، ونال كهنوتا وصار شفيعا يقدم الذبائح عن أصحابه، وبقى يصلي من أجل الآخرين ويصفح عن إساءتهم. وهكذا كانت هذه الخاتمة طيبة جدا، لأنه تمتع بصحبة إخوته وأهله ومعرفه، وقدم للجميع هدايا تعبير عن المودة، والرب زاد له أضعاف كل ما كان عنده. وده هو صلاح الله، أن الله يقبل توبة الإنسان وخضوعه لسلطانه الإلهي. يتبارك الله في الكنيسة لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد.